الكثيرون يتحدثون عن الوحدات الخاصة في إسرائيل، بالأخص وحدات الجيش وأيضا وحدات الشباك الإسرائيلية التي ليست فقط تقاتل هنا في مجال داخل دولة إسرائيل، وإنما بإطار دولي كبير جدا في جميع أرجاء الدول وبتكنولوجيا جديدة وحديثة جدا. إيال بن أرتسي أحد المدربين لمقاتلي الشباك الإسرائيلي والوحدات الخاصة يتحدث لإنفو لايف تي في. החל מהקמת יחידות ללוחמה בטרור דרך יחידות להבטחת אישים.